السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة أخبار 9:30 من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة القادم. جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز حاجز 19 مليون جرعة. قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها العسكري وتتمكن من تحرير مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء. مجلس الأمن الدولي يبحث الخميس المقبل ملف سد النهضة، ومصر والسودان تشددان على أهمية الوصول لاتفاق ملزم. مرحبا بكم. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، كما تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق. عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع في واشنطن مباحثات موسعة مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، تضمنت لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات دكتور كولين كاهل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بداية اللقاء نوه سمو نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في المجالات كافة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وفخامة الرئيس جو بايدن. وخلال الجلسة جرى استعراض الشراكة السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، كما جرى بحث العديد من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أيا كان مصدرها في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. حضر اللقاء صاحبة السمو الملكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لسموه. رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وبحث الاجتماع سبل التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك للدول المشاركة للتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة من خلال توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد والذي يسهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن هذه الاجتماعات تدفع إلى المزيد من الارتقاء بالعمل العسكري المشترك وإيجاد أفضل السبل الكفيلة لتعزيز وزيادة فعالية التعاون والتجانس بين الدول المشاركة. في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1195 حالة تعافي جديدة، فيما سجلت 14 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا. تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة أكثر من 19 مليون جرعة من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في أنحاء المملكة. وأوضحت الصحة أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدة أنها آمنة وفعالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحة للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور دلتا،
وأعاد المنظري خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي السبب الرئيس لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيرا إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلا عن عدد من النصائح للأفراد لتوخي الحذر عند التجمعات. اهتماما ودعما منها لمنظمات الطيران المدني الإقليمي والدولي، المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر الاتحاد النقل الجوي الدولي إياتا. هذا ما سيكون بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. دعا مجلس الشورى وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع عن بعد في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع في خدمات الترجمة عن بعد للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية. كما طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، طالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة في العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030. كما طالب المجلس دارة الملك عبد العزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني. دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي من ممثلي الجهات الحكومية. وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى حث الأفراد والقطاعات ذات العلاقة وتحفيز ممارسات العمل التطوعي وتصميم وتنفيذ المبادرات التطوعية المبتكرة الملبية لاحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ وتعزيز مفاهيمه وممارساته وتحقيق التكامل والتكاتف بين القطاعات المختلفة ذات الكفاءة والخبرة في ذات المجال لتكون حاضنة ومحفزة للأفراد والجهات على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي. وللجائزة ثلاثة مسارات: المسار الأول المشاريع التطوعية، والثاني دعم التطوع، أما المسار الثالث الساعات التطوعية. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة هو 9000 ريال، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة. كما حدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي ب 8400 ريال و 7000 ريال للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب. نعود مشاهدينا الكرام إلى متابعتنا لما يقدم من خدمات في مراكز اللقاحات في المملكة العربية السعودية، تحديدا هنا في العاصمة الرياض. ومعنا من هناك للحديث عن الجرعات المعطاة أو عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة، كم وصلت هذا اليوم، وكذلك مدى الإقبال على مركز اللقاحات في معارض الرياض. معنا من هناك مراسلنا حمد بن حسين. مساء الخير أخوي حمد، تعطينا الصورة لديك حول الإقبال والتنظيم وأيضا الإحصائيات في هذا المركز.
نعم طبعا، ونتواجد في مركز اللقاحات بأرض المعارض. إقبال منقطع النظير الأسبوع الماضي وحتى الآن، ارتفاع متصاعد في هذه الساعة أيضا، وهي ساعة ذروة في هذا المركز. هي في الآن في إقبال قوي منقطع النظير، حقيقة وصلت الأعداد نقول إلى 20,000 جرعة لهذا اليوم من الساعة 12 صباحا وحتى الآن، والمستهدف حتى انتهاء اليوم تقريبا 25,000 جرعة. إذا إقبال منقطع النظير، طبعا نتكلم عن الجرعات على مستوى المملكة، تجاوزت 19 مليون، وصلت بالضبط 19 مليون و34 ألف جرعة. إذا بحسب الإحصاءات نقول هناك معدل تقريبي بيقارب 164 ألف جرعة لكل يوم، أي بمعدل أو ما يعادل 54.7 جرعة لكل 100 شخص. إذا وزارة الصحة أيضا تؤكد وتنصح دائما، وعملت حملات توعوية للتشجيع على أخذ الجرعات الخاصة بالمضادة لفيروس كورونا، وقالت أن قطعنا خطوات كبيرة بتوفيق الله نحو تحقيق المناعة المجتمعية، وهذه خطوة متقدمة. لو تسمح لي بس ناخذ أحد الزائرين إلى هنا باختصار. أهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. أولا شجعك تأخذ الجرعة بشكل عام. أولا اسمح لي في البداية أن أشكر جلالة الملك سلمان ولي عهده، وأشكر وزير الصحة، وأشكر الشعب السعودي والمملكة، الحكومة والشعب ما يقوموا به يقدموه للمقيمين هنا وللزائرين وللشعب السعودي. أنا اليوم انذهلت من كثر الأمة ذي متدفقين على هذا المركز، يعني ولا واحد يتأخر ما يمكن أقل من 5 دقائق من البوابة لين يخرج من لين يسجلوا بياناته. يعني تنظيم ما هي أعتقد ما هو موجود في جميع أنحاء العالم، تنظيم مثل التنظيم ذي هنا. والشيء الثاني، أنا قد أخذت جرعة واليوم أخذت الجرعة الثانية وأنا زائر، تمام. وأشكر يعني وزير الصحة على هذا التنظيم وعلى هذا الانضباط، واشكر الموظفين والقائمين على هذا المركز خاصة بالذات، وفي جميع المستشفيات المملكة. يعني اعتقد انها يعني الاولى على مستوى العالم في التنظيم والترتيب وفي سرعة يعني تلقي اللقاحات، لانه حتى في الدول العظمى ما وصلوا حتى الى ربع الشعوب حقهم. والمملكة يعني اعتقد الان يعني بقي يمكن 20% ولا اقل منها ما قد تلقحوا. وتحياتي لكم. انا من اليمن، عبد الله بن هذال من اليمن. ونعم فيك. مالك زود. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا هنا يتواجد طبعا جميع الجنسيات موجودة، الجميع يتعامل هنا بمساواة دون تفرقة. المواعيد تحجز بسهولة عن طريق تطبيق صحتي. إذا المركز الآن يستقبل حتى الأعمار من 12 سنة، أيضا يستقبلها إلى 15 سنة 18 سنة. إقبال منقطع النظير في هذه الأيام نشهدها ونلاحظها، خاصة في هذا المركز الذي وصلنا حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 20,000 جرعة لهذا اليوم، والمستهدف حتى انتهاء اليوم في 12 صباحا تقريبا 25,000 جرعة. بعدها إليك زميلي حمد. كنت أسألك فقط، أنت ذكرت أن والجميع يعرف أنه تم اعتماد أخذ اللقاحات لمن هم في الفئة العمرية بين 12 عاما و 18 عاما، كيف تجد إقبال هذه الفئة لديك؟ هل هو يأتي بالشكل المطلوب أو ما زال هناك أيضا عدم إقبال جيد بالتحديد في هذا المركز الذي أنت موجود فيه الآن؟ نعم، نتكلم عن الفئة العمرية اللي من 12 إلى 18 سنة من بدايتها في الأسبوع الماضي. حقيقة هذه الفئة لاحظنا فيها الحرص على أخذ الجرعة، شهدنا ازدحام، بل هي زادت من معدل أو الأعداد في هذا المركز. طبعا ما يميزهم أنهم يأتون كأسرة كاملة، الأب له تأثير وكذلك الأم، دائما ما يأتون عدد من أفراد الأسرة 3-4 بالإضافة إلى الأب أو الأم. يعني معنى ذلك أن ولي الأمر هو له دور في تشجيع على أخذ الجرعات، ودائما يأتون بأعداد عالية. بالعكس هذه الفئة تميزت بإقبال، ونشاهد أيضا في هذه الساعة إقبال من هذه الفئة. نعم. وجميع الفئات، لكن هذه الفئة تميزت يعني بحرصها على أخذ الجرعة. أشكرك على هذه الإيضاحات التي قدمتها لنا زميلنا حمد بن حسين من أرض المعارض بالعاصمة الرياض، شكرا جزيلا لك.
شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق الميدانية للعمل على سلامة شبكات الطرق والجسور والأنفاق والإنارة والتأكد من مدى استيعابها وأدائها بكفاءة عالية خلال موسم حج هذا العام. وتعمل الأمانة على استحداث مراكز التشغيل الميداني التي تتيح لمنسوبي الأمانة الانطلاق من تلك المراكز لمباشرة مهامهم في المشاعر المقدسة وتنفيذ الخطة التشغيلية الاستثنائية ميدانيا لخدمة ضيوف الرحمن وتنظيم أدائهم لمناسك الحج بيسر وأمان. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يوقع اتفاقية لإقامة مقر في المملكة بوقت تتجه المملكة وفق استراتيجيتها للتنقل إلى جعل السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً ضمن اهتمامها ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها، وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي استكمالاً لما تقوم به المملكة من جهود في دعم وتمكين المنظمات التي تتخذ من المملكة مقراً لها. وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي في المملكة توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً. اتحاد النقل الجوي الدولي يعمل على تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي لصالح دول العالم لتحقيق الزيادة في معدلات نمو التجارة الدولية وحل مشاكل النقل وتقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة. وتسعى المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية وفق استراتيجيتها التي تتضمن مضاعفة حركة النقل الجوي 3 مرات وزيادة وجهات حركة النقل الجوي لأكثر من 250 وجهة دولية وإطلاق ناقل وطني جديد لتمكين القطاعات كافة. في خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتأكيدا للريادة السعودية في المنطقة، اختارت شركة أبل الرياض مقرا لأكاديميتها لتصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تأسيس هذه الأكاديمية التي ستخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات دعما لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية 2030. وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية لشركة أبل العالمية العريقة مع الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. يذكر أن فروع أبل الأخرى تتوزع في الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، حيث أسهمت في مجملها بإنشاء أكثر من 160 شركة ناشئة وأكثر من 1500 تطبيق بواسطة خريجيها عبر فروعها حول العالم. كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة يمر بمراحله النهائية، حيث سيؤدي انضمامها للسوق المحلية إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال، وستنعكس استثمارات الشركات الثلاث على البنية التحتية للخدمات البريدية اللوجستية، كما ستسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع والمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث. تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء مع مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية على تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية بعد إعادة تصنيعها بمحتوى أقل من السكر والملح والدهون المشبعة وخالية من الدهون المتحولة الاصطناعية لتكون أكثر صحية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، ويأتي ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات. كما تأتي مبادرة الالتزام الطوعي لخفض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون التي أطلقتها الغذاء والدواء ضمن العديد من المبادرات التي دشنتها ضمن استراتيجيتها لتنظيم الغذاء الصحي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. دشن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن والمقدم كمنحة من المملكة بقيمة
9.2 ملايين دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعد مشروع مخيم الأزرق الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة المتجددة، إذ يعمل على توفير الطاقة النظيفة مجانا لأكثر من 37 ألف لاجئ سوري، وتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 10 آلاف وعبر ربط جميع مرافق المخيم بالشبكة الكهربائية. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة القادم. جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز حاجز 19 مليون جرعة. قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها العسكري وتتمكن من تحرير مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء. مجلس الأمن الدولي يبحث الخميس المقبل ملف سد النهضة، ومصر والسودان تشددان على أهمية الوصول لاتفاق ملزم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى عند 12:30 في نشرتنا القادمة. في أمان الله.